يقول السائل: من كانت عليه كفارة القتل قتل الخطأ، هل يبدأ من بداية الشهر أم عليه أن يحسب 60 يوما؟ وإذا أفطر يوما ناسيا عليه الإعادة من الأول؟ أفيدونا أفادكم الله. هو بين أمرين، إما أن يصوم على الهلال إذا كان يرى الهلال، إذا كان يرى الهلال يصوم على الهلال لا بأس، أما إذا كان ما يرى الهلال فيصوم بالعدد، يصوم 60 يوما، يصوم بالعدد، قوله تعالى: فإن غم عليكم فأكملوا الشهر 30. فإذا كان يرى الهلال هو بنفسه يصوم على الهلال لا بأس، وإذا كان ما يرى الهلال وهذا هو الغالب على الناس فإنه يصوم بالعدد 60 يوما لأنه لم يرى الهلال. وإذا نسي وأفطر يوم نسي الصيام فهو معذور بالنسيان، يبني على الصيام الماضي ويكمل ويعذر بالنسيان. نعم، ولا يقطع التتابع، النسيان ما يقطع التتابع. نعم.